اتجهنا إلى رياضة المعوقين ورأينا فيها راحة نفسية وعقلية بسبب الإعاقة. لم نكمل الدراسة فاتجهنا إلى النادي. صار لنا سنة حاليا نعمل في النادي ودخلنا بطولات وحققنا ما حققنا لصلاح الدين، وبعون الله سندخل البطولات القادمة ونرفع اسم صلاح الدين عاليا في العراق والعالم، ومن الله التوفيق. عندنا عدة فعاليات من ضمنها يعني الساحة وميدان وسباحة وقدم ومبارزة والدراجات. يعني الحقيقة هذه اللجنة متكونة من المعاقين والصم والبكم، وكل فعالية إلها مدربها الخاص. الحقيقة بالنسبة للجنة صلاح الدين وكل اللجان تقريبا على مستوى العراق، يعني هذا الشهر الخامس لم يستلمون استحقاقاتهم اللي هي أجور نقل، كانت قبل 150 ألف بالشهر ونزلوها سووها 100 ألف بالشهر، والحقيقة لحد الآن لم يستلمون هذه المستحقات. وإحنا نشكر يعني الحقيقة إدارة نادي الضلوعية لاحتضانهم وهذا الملعب، ملعب الرمي وملعب الثيل. الحقيقة قالوا أنتوا جزء من عندنا والمعاقين جزء من عندنا، فتتدربون بأي وقت تريدون وإحنا حاضرين بدعمكم ماديا ومعنويا، وش تريدون إحنا وياكم.